وتحولت مدينة بور سودان الواقعة شمال شرقي السودان على البحر الأحمر إلى أحد المراكز الرئيسية لتجمع النازحين، خاصة أنها تتمتع بهدوء نسبي مقارنة بالمناطق التي تركزت فيها الاشتباكات. المواطنة السودانية داليا عبد المنعم تروي بعض تفاصيل رحلة فرارها الصعبة من الخرطوم إلى بور سودان، نستمع إليها. أنا حاليا في بور سودان، وصلنا بعد ظهر أمس بعد رحلة بالباص استغرقت 26 ساعة من الخرطوم إلى هنا. مررنا بأربعين أو خمس مدن مختلفة، سلكنا الطريق الأطول لكنه كان أكثر أمنا لنصل إلى هنا، وقد وصلنا الحمد لله نحن بخير. الأوضاع هادئة مقارنة بما يحدث في الخرطوم، فلا يوجد قتال ولا طائرات تحلق فوق رؤوسنا، لا نسمع صوت الصواريخ التي تدمر بيوتنا ومنازلنا، الحمد لله أننا هنا الآن. من يملك المال بإمكانه تأمين طريقة للخروج نحو الحدود مع مصر أو مع إثيوبيا، لكن يوجد آلاف السودانيين لا يملكون هذه الرفاهية، لا أعرف ماذا بإمكانهم أن يفعلوا. للمزيد عن الأوضاع في بور سودان نرحب معنا من هناك بمراسلنا التيجاني خضر، أهلا وسهلا بك معنا التيجاني. إذا نتحدث عن هذا النزوح إلى بور سودان، كيف بدت الحركة في الساعات الماضية؟ تتزايد أعداد الوافدين إلى بور سودان بشكل كبير، ومعظمهم يود مغادرة السودان عن طريق البحر بعد أن خصصت هيئة المواني البحرية مساحات مقدرة من النادي البحري لاستضافتهم. هذا اليوم يعني وفدت عدة حافلات تحمل ركابا من مدينة الخرطوم تمكنوا من المغادرة بعد ظروف صعبة مروا بها، هناك من قضى يومين في الطريق حتى الوصول إلى هذا المكان. جنسيات عديدة تمكنت من المغادرة، وقبل ساعات رست باخرة هندية أو عفوا هي بارجة حربية هندية رست في ميناء بور سودان لإجلاء الرعايا الهنود. وبعض المعلومات المتواترة عن أن هناك عملية نقل جوي ستتم في مطار بور سودان عبر طائرة عسكرية، ربما هي للجالية الأمريكية المقيمة في السودان والذين تمكنوا من الوصول إلى بور سودان. في النادي البحري هنا على قبالة البحر الأحمر هناك جنسيات عديدة متواجدة، هناك من قضى أكثر من 12 يوما، هناك من له أسبوع، وخاصة من جنسيات العربية السورية والعربية اليمنية، يقولون بأنهم قد قضوا في هذا المكان أيام عديدة دون أن يكون هناك أمل في مغادرتهم، خاصة وأن إجراءات المغادرة بالنسبة لهم تبدو مبهمة وغير معروفة. قالوا بأن هناك جهات مسؤولة جمعت منهم الجوازات والأوراق الثبوتية ولكنها أعدتها لهم في اليوم التالي ولم يتحصلوا على موافقات للمغادرة. بعضهم معهم أسر كبيرة ومعهم أطفال يعيشون في هذا المكان برعاية من المنظمات الخيرية التي توفر لهم الطعام، ولكن هناك كبار سن وهناك مرضى، أحدهم تحدث عن أن ابنه أصيب بالأمس وتم نقله إلى المستشفى، والإمكانات الطبية ربما لم تساعد كثيرا في أن يعود الطفل كما كان، لهذا يأملون أن تستجيب السلطات الغير سودانية التي تمنح التأشيرات للخروج من السودان. ويقول البعض من اليمنيين بأن لديهم مشكلة في إمكانية التصريح لهم بالمغادرة عبر البحر لأنهم قد لا يملكون القدرة على ذلك، وخاصة وأن التصريح بالمغادرة يعني أن يغادروا إلى جدة ومنها إلى بلدهم مباشرة، وهذا نفس الأمر ينطبق على السوريين الذين سموا نفسهم عالقين في هذا المكان. هناك طلاب أيضا من اليمن موجودون في الميناء البحري في بور سودان لا يستطيعون المغادرة، أكثر من 100 طالب ظروفهم سيئة وقد نفذت أموالهم، يعيشون على المعونات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني في بور سودان. نعم. والطرق التي تسلكها الشاحنات وصولا إلى بور سودان وخاصة من الخرطوم هل تبدو آمنة؟ هناك طريقين للخروج من الخرطوم، أحدهم يستغرق أكثر من 30 ساعة وهذا يتم عن طريق الانتقال شرقا عبر مدني قبل الوصول إليها تعريجا إلى مدينة القبارف ومنها إلى كسلة ومنها بور سودان، وهو طريق طويل جدا وشاق ولكنه آمن، خاصة وأن مخرج الخرطوم من جهة مدني لا يتعدى 80 كيلومترا، ولكن الطريق الأقرب هو الطريق الأخطر وهو الطريق الممتد من شمال الخرطوم مدينة بحري امتدادا إلى مدينة شندي وحتى مدينة عطبرة، ومن ثم هذه المسافة تستغرق 4 ساعات تقطعها الحافلات الآن في أكثر من 7 ساعات، وبعد ذلك يحتاجون إلى 7 ساعات أخرى للوصول إلى مدينة بور سودان مرورا بهيا وسواكن، هي المدن الساحلية القريبة من مدينة بور سودان. هذا الطريق صعب بعض الشيء
خاصة وأن الخروج من مدينة بحري محسوس بالمخاطر في الفترة المسائية لوجود عصابات في الشارع الصحراوي. أيضا تجان المواطنون اشتكوا من ارتفاع كبير في أسعار التذاكر يعني هذه الحافلات، ما الذي يبرر ذلك؟ هل يعود الأمر أساسا لعدم توفر الوقود أم أن هناك محاولة أكبر لاستغلال هؤلاء المدنيين؟ زيادات قيمة التذاكر هي زيادات طردية، يعني كل يوم هناك سعر جديد متزايد، لهذا يجتهد كثيرون في الخروج مبكرا، ومن تبقى يعرف أن الأمر سيكلفه الكثير. التذكرة من الخرطوم إلى عطبرة قبل يومين كانت المقعد الواحد ب 35 ألف جنيه سوداني، ولكن اليوم وصل الأمر حتى ما يقارب 60 ألف جنيه، وإذا ما تم إيجار حافلة بالكامل قد تكلف ما مقداره مليون جنيه سوداني، وهو أمر مبالغ فيه من جهة أن هذه الأسعار كبيرة. هناك عدة أسباب، من ضمنها أيضا هو عدم توفر الوقود في ولاية الخرطوم بالكامل، وحتى ولاية نهر النيل التي حاضرتها شندي وعطبرة لا يوجد بها وقود، ومحطات الوقود مغلقة، ويباع الوقود المتوفر عبر السوق الأسود بأسعار خيالية تفوق الوصف. وهناك أمر آخر هو ارتباط الأمور أيضا بالجشع، وقمع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبات وهم سماسرة الحرب، الذين استطاعوا توفير الوقود بشكل أو بآخر ويبيعونه في الطرقات بأسعار مرتفعة جدا. ولكن في كل الأحوال مهما كانت قيمة هذا الوقود، فإن قيمة التذكرة هي قيمة عالية جدا للوصول إلى بورسودان، وأعلى منها تلك التي يتوجه بها الركاب إلى الشمال. هناك حلفة ودنقلة ومعبر أرجين، الأسعار ترتفع وتزداد كل يوم، وقيل بأن المسافة من أرجين إلى داخل معبر الحيان تكلف 200 دولار، وهي مسافة لا تزيد عن 5 كيلومترات. ولكن من يتم إيقافه هناك بسبب ما يعتقد أنه مخالفات، اللي هي عدم وجود تأشيرة للدخول. والسودانيين الذين خرجوا إلى هنا كانت قد وردت معلومات في الميديا بأن مصر مفتوحة للدخول بدون تأشيرات، فوضعوا كل ما يملكون قيمة لهذه التذاكر، وعندما وصلوا إلى تلك المنطقة تفاجئوا لعدم إمكانية الدخول، فلا استطاعوا العودة إلى حلفة ولا استطاعوا البقاء في العراء بشكل جيد. هم الآن يعانون معاناة كبيرة أيضا حسب المعلومات الواردة من هناك. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التي وافيتنا بها من بورسودان، مراسلنا التيجاني خضر. للمزيد من المتابعة نرحب معنا هنا في استوديو شبابيك بالصحفي السوداني عوض الطوم. أهلا وسهلا بك معنا سيد عوض. مرحبا، أهلا بك. بداية، ما هي أبرز العوامل وخاصة الجغرافية منها التي تجعل من هذه المنطقة، منطقة بورسودان، شديدة الأهمية في هذه المرحلة بالتحديد؟ نعم، بورسودان الآن يعني بعد الأحداث الأخيرة، الشيء الذي ميزه أنه لم يكن هنالك أعداد كبيرة من الدعم السريع، وبالتالي الأعداد الموجودة تم حسمها، فأصبحت منطقة بورسودان منطقة آمنة، وهذا ما جعل الكثير من البعثات الدبلوماسية والجاليات وحتى المواطنين يحاولون الخروج عبر بورسودان. هنالك ثلاثة جهات، البعثات الدبلوماسية حاولت تخرج، الجاليات حاولت تخرج، المواطنين فيهم من أراد أن يبقى في السودان في بورسودان، سواء كان عنده أهل أو كذا، وآخرين قد يكونوا يرغبون في الخروج من السودان. على كل عد عن بور السودان، الازدياد مطرد في حركة النزوح الداخلي في مختلف الجهات، باتجاه الحدود مع مصر، الحدود مع تشاد، الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا كذلك. أخبرنا مراسلنا قبل قليل عن المصاعب التي تواجههم عند الحدود، ما هي أبرز ملاحظاتكم بخصوص حركة النزوح هذا خاصة عند الحدود وإجراءات العبور المتخذة حتى الآن؟ أبرز هناك كثير من المشاكل الواجهة النازحين أو الذين يرغبون في اللجوء لدول أخرى، خاصة كما ذكر مراسلكم مسألة التأشيرة. هناك ايضا في الحدود مع حلفة فوجئوا، خاصة ان مصر محددة انه يمكن دخول كبار السن ويمكن دخول المرأة والأطفال، غير ذلك لابد لهم من وجود تأشيرة. هؤلاء اضطروا ليعملوا لإجراء التأشيرة، وفرضت عليهم أن تكون التأشيرة في حلفة وليس على الحدود. كانت هذه واحدة من الإشكالات، لأنهم حيضطروا إلى صرف مبالغ أخرى للعودة إلى حلفة
للقيام بهذه التأشيرة. وطبعا من المشاكل أيضا الواجهة اللاجئين والنازحين مسألة الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، عدم وجود منظمات بشكل كبير تقدم لهم الخدمات الواجبة من أكل ومن مأكل ومن مشرب ومن إقام حتى في أماكن ظليلة حتى يستطيعوا أنه يقوموا بالإجراءات اللازمة لإجراء ما يريدونه نعم، من سفر. نعم أيضا الاحتياجات الإنسانية لا شك كبيرة جدا، تلك الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة تحديدا، كيف تقيمها من حيث طبيعتها وأيضا إمكانية توفرها؟ والله نحن يعني تحدثت أنا في وقت سابق في قناة العربي إنه نحن كنا بنرى إنه من الواجب أن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية المختلفة بالعمل على تركيز الخدمات في الداخل وخاصة في المناطق الآمنة، سواء كان داخل العاصمة أو في المناطق الآمنة مثل ولاية الشمالية وولاية نهر النيل والجزيرة في جنوب مصر، في جنوب السودان. وهذا لتوفير الخدمات اللازمة من مأكل، من مشرب، دواء. من علاج إلى آخره. هذه الأشياء إذا توفرت كانت أغنت الناس من كثير من المشاكل التي تواجههم وهم يحاولون الخروج من العاصمة للتكلفة الباهظة، لعدم وجود الوقود أو للاستغلال من قبل التجار إلى آخر من ال... على كل يعني عطفا على هذه النقطة، الأمم المتحدة أكدت أنها علقت عملياتها، عمليات المساعدة الإغاثية والإنسانية في السودان، على الرغم من تأكيدها أن موظفيها ما زالوا في بورت سودان حاليا ويستعدون للعودة إلى الخرطوم. برأيك بماذا يربط استئناف هذه المساعدات؟ أنا أفتكر هنالك نوع من التقاعس، لأنه إذا كان الأمم المنظمات الدولية بتتحدث في كثير من الأماكن إنه بورت السودان آمنة، هنالك على الحدود مع مصر في أمن، لماذا لا تذهب إلى هذه المناطق وتقدم خدماتها يعني، سواء كان من موظفين في الخارج أو موظفينها في السودان القادرين على التحرك، خاصة أن هنالك كثير من الموظفين وغيرهم تطوعوا للعمل يعني، وهم في انتظار أنه تقدم الخدمات العلاجية. وكما كيف ذكرنا في يفسر هذا تقريركم التقاعس كما وصفته سيد عوض؟ هذا التقاعس، أنا أفتكر لأنه يعني ربما لا تستطيع بعض المنظمات، ليست لها قراءة صحيحة للواقع في السودان، وربما هنالك ارتباطات أيضا بمصالح دول يعني مثل من يعني؟ في إنها هي يعني لا تستجيب أو لا تتحرك بشكل كبير وفي بالشكل الوقت المطلوب. أيوة نعم وفي الوقت المطلوب. على كل إعلانات وقف إطلاق النار كانت كثيرة ولم يتم احترامها، إلى أي مدى برأيك يعيق هذا فتح الممرات الإنسانية الضرورية لإيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين إليها؟ هو يعيق، ولكن اللحظات التي يكون فيها هنالك وقف لإطلاق النار يمكن للمنظمات ويمكن للجهات العاملة في المجال الإنساني إن هي تتحرك، خاصة إنه الآن هم يتحدثون عن أن هنالك بعض المستشفيات بدأت تزاول نشاطها، فيمكن هذه المستشفيات التي بدأت مزاولة نشاطها يمكن تقديم الخدمات من خلالها، ويمكن إقامة مستشفيات أو مراكز متنقلة في بعض ولكن هل المناطق الوضع الآمنة. الميداني يسمح بذلك، خاصة أنه منظمة الصحة العالمية أفادت بأنه نحو 60% من المرافق الطبية في العاصمة الخرطوم تضررت وفقط 16% تعمل بشكل طبيعي. طيب فليعملوا من هذه ال 16، حتى هذه ال 16 لا توجد فيها منظمات ولا يوجد فيها عمل بالشكل المطلوب. وهنالك إمكانية لإقامة زي ما رأينا في التقرير يمكن إقامة مستشفيات متنقلة في بعض المناطق الآمنة على الحدود مع الجزيرة في منطقة بورت سودان، في ولاية نهر النيل، في الولاية الشمالية، كل هذه الولايات انتقلت إليها أعداد كبيرة من المواطنين. يعني تجد بشكل لافت أن هناك تقصير وتباطؤ في تقديم هذه المساعدات. نعم نعم أشكرك.
جزيل الشكر لك صحفي السوداني عوض التوم على حضورك هنا معنا في شبابيك. الله شكرا يبارك لك.